متابع دائما مع هذه التطورات وهذا الموضوع من مضايا. ينضم لنا معاذ القلموني مراسل وكالة خطوة. أهلا بك معنا معاذ إلى هذه النشرة. نبقى معك على تطورات هذه العملية من الجانب التركي لو سمحت، إن كان هناك أي تحديثات يمكن أن نقدمها على مستوى هذه الأخبار. نعم بالفعل، أبدأ من الخبر العاجل، هو دخول حافلات الجرحى وسيارات الإسعاف إلى داخل منطقة المصنع الحدودية واستقبال أهالي الزبداني في لبنان للجرحى. كيف دخلت؟ نحن معنا صورة بحسب ما يردنا على الأقل من صور مباشرة، هذه هي الصورة مشاهدينا نشاهدها ونتابعها من نقطة المصنع. لا زالت يمكن تود القول معاذ بأنها في طريقها، مثلا حتى إن كانت في طريقها نحن نراها لم تخرج من أو لم تصل على الأقل إلى النقطة الحدودية اللبنانية السورية، فلا نعلم إن كنا نتحدث على نفس هذا الموكب أم لا. هذه هي النقطة، لازالت كما هي معاذ، أنا أنقل لك الصورة. وكنا نتابع نقطة المصنع كذلك، العائلة تنتظر أبنائها، ليس هناك على الأقل في هذه المرحلة ونحن نتحدث معك أي تحرك أو وصول إلى النقطة الحدودية أو إلى نقطة المصنع. تفضل معاذ. نعم، يعني الآن تواصلت إلى الذين خرجوا مع الجرحى من ذويهم وقالوا لي أن الحافلات التي تنقل الجرحى قد وصلت إلى نقطة المصنع الحدودية وقد يتم الآن نقل تبادل الجرحى من خلال الهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر اللبناني، يعني يتم الآن نقل السيارة. يتجهزون، يعني وددت القول بأنهم يتجهزون للمغادرة. ممتاز. نعم بالضبط، يتم التجهيز لنقل الجرحى من سيارات الهلال الأحمر السوري إلى سيارات الصليب الأحمر، لأن هناك 8 حالات جرحى حرجة سيتم نقلهم كل جريع على حدة بسيارة واحدة مع زاويه ليتم نقله بسرعة عاجلة ليتم علاجه بسبب حالته الحرجة. طيب، نحن نبقى مشاهدينا دائما في متابعة هذه النقاط، أولا هذه النقطة الحدودية في انتظار مرور أي سيارة، وكذلك هذه النقطة الثانية نتحدث على الجانب التركي. هناك مرور لسيارات لكن نؤكد بأنها ليست تابعة لا للأمم المتحدة ولا للصليب الأحمر اللبناني، لأنه ما تابعناه منذ قليل هو الموكب المنتظر، ما تبعناه من سيارات لازالت يعني لا تتحرك حتى الآن، لكن يفيدنا ضيفنا من مضايا بأنه هي تتجهز للمغادرة وهناك جرحى كذلك سيؤخذون للمستشفى. وضحت الصورة على التفصيلات معاذ معك، إن كنا نتحدث على أرقام معينة من النساء من الأطفال، كم جريح، كم مسلح كذلك سيكون في إطار هذا الاتفاق. نعم، يعني عندما أتى الوفد الأممي في المرة السابقة خلال الأسبوع السابق تم تسجيل عدد كبير من الجرحى ما يصل إلى 250 جريحا سيتم نقلهم على دفعات، تم اليوم نقل ما يصل إلى 70 جريحا بالتحديد معهم زويهم، يعني كل جريح تم نقل تم مرافقه من قبل أحد زويه أو اثنين من زويه، يعني تم نقل ما يصل إلى 125 شخصا بينهم 70 جريحا. هناك أسماء أخرى لم يتم أخذها، سيتم نقلها خلال الدفعات التالية كما أوردنا الوفد الأممي. أيضا سيتم يعني هناك نقل على دفعات أخرى 3 دفعات متتالية، لم يتم إخبار أي جهات بأن هناك نقل للمسلحين فقط الجرحى. طيب. وتم إبلاغنا أيضا بأنه سيتم إدخال المساعدات خلال اليومين القادمين. نعم. أود التنويه إلى نقطة هامة. نعم، أن مدينة مضايا والتي تعاني من حصار منذ 6 أشهر متتالية
لم يتم وضعها فيها في جانب نقل يعني الجرحى. هناك العديد من الحالات الحرجة داخل مدينة مضايا، هناك جرحى كثيرون لم يتم الاهتمام بهم، يعني هناك حالات إنسانية صعبة جدا تعاني من نقص حاد في الغذاء، هناك حالات وفيات بشكل يومي بسبب نقص الغذاء يعني وضحت الفكرة معاذ. وضحت الفكرة نود شكرك جزيل الشكر من مضايا معاذ القلموني مراسل وكالة خطوة، شكرا جزيلا لك.